السلام عليكم أصدقائي محبي الأخبار والمعرفة، تحية طيبة لكم. يوم الاثنين 25 من شهر ماي 2020، موجز سريع لأهم أخبار ألمانيا كي تكونوا كالعادة دائما على معرفة بكل الأخبار الموثوقة. بالنسبة للحالات، حالات التي تحمل كورونا حاليا في ألمانيا هي 9700 شخص، هم من يحملون كورونا. المجموع الكامل لكل من حمل كورونا وشفي أو توفي هو أصدقائي هو 180 ألف، لكن الذين يحملون حاليا الفيروس في جسمهم هم 9700. كما تلاحظون، ألمانيا ولله الحمد بدأت تسيطر بشكل كبير على كورونا. القوانين التي توجد حاليا كما قلت لكم في فيديو فترة الغداء هي مستمرة إلى غاية 5 من شهر 6 2020. بداية من 6 من شهر 6 2020 ستنتهي القوانين. هذا ما جعل السيدة ميركل تستبق عندما سمعت بأن مقاطعة تورينغن ترغب بإلغاء جميع قوانين كورونا وتفتح الحياة بصفة عامة، وبعد ذلك تبعتها أيضا مقاطعة ساكسن التي قالت بأنها ترغب أيضا باتباع مقاطعة تورينغن. قالت لهم السيدة ميركل توقفوا انتظروا، واقترحت عليهم اقتراح جديد، قالت لهم بأنها ترغب بتمديد الإجراءات الحالية إلى غاية 5 من شهر 7، 5 من شهر يولي، يعني يوليو شهر 7. هي ترغب بزيادة تمديدها لمدة شهر آخر. قالت لهم فلنتفق نحن كحكومة وأنتم كمقاطعات، 16 مقاطعة، 16 حكومة أنتم أيضا، و16 برلمان، 16 رئيس حكومة. قالت لهم يعني لا داعي، لأن كل واحدة فيكم تعمل قوانين إلى آخره، ستحصل لخبطة في البلاد، فلنتحد. وأنا أقترح عليكم وأطلب منكم بما أني مستشارة ألمانيا أن ندع القوانين الحالية إلى غاية 5 من شهر 7 2020. لكن أنا أعرف بأن كل مقاطعة تختلف عن المقاطعة الأخرى، لذلك سوف، ما رأيكم بأن نسمح بخروج حتى 10 أشخاص بدل شخصين، نسمح بخروج 10 أشخاص. هدف اقتراح سوف يتم تدارسه، وإذا تمت الموافقة عليه سوف يبدأ يوم 6/6/2020. قالت لهم بأنه بداية من يوم 6/6/2020 يتم تمديد الإجراءات إلى يوم 5/7/2020، الاحتفاظ بالكمامة، الاحتفاظ بالبعد، كل واحد يبتعد عن الآخر بمتر ونص، لكن نسمح هذه المرة بخروج وتجمع 10 أشخاص في الشارع أو تجمع 10 أشخاص في البيت. وهذا اقتراح السيدة ميركل، والآن سوف يكون تدارس واجتماع يوم الأربعاء بين أعضاء الحكومة وشخصيات مهمة في ألمانيا من أجل تدارس هذه الفكرة. حاليا بعدما مورست انتقادات كبيرة على رئيس حكومة تورينغن السيد غامالو، خصوصا من عند رئيس مقاطعة بايرن، قال له رئيس مقاطعة بايرن السيد زودا، قال له بأن مقاطعة بايرن عندها حدود مع تورينغن، وقال له نحن لن نسمح بأن تورينغن يعني تنهي قوانين كورونا وتفتح الحياة مجددا بصفة نهائية، لأن هذا فيه خطر على سكان مقاطعة بايرن، وأنا سوف أحمي سكان مقاطعة بايرن وأطلب من رئيس حكومة تورينغن أن يتراجع عن قراره. أيضا السيد وزير الصحة، وزير الصحة للدولة الألمانية، وزير الصحة للحكومة الاتحادية السيد شبان، طلب وقال بأنه يطلب من تورينغن التراجع عن قرارها بإعادة الحياة ويعني إلغاء جميع القوانين يوم 6/6/2020، وقال له يجب عليكم أن تتريثوا وتنتظروا ونجتمع ونتفق على كلمة واحدة. السيد غامالو يعني مرست عليه ضغوط كثيرة رئيس حكومة تورينغن، وقال بأنه لا يمكن ولا يعقل بأن تورينغن تفرض قوانين صارمة على سكانها، وتورينغن أصلا ليست فيها حالات، أن تورينغن كلها فيها فقط 200 حالة. قال لا يمكن أنه بسبب 200 حالة ونراقب ونرسل الشرطة لتراقب كم شخص في الشارع، كم شخص يلبس الكمامة، لكن قال بأنه سوف يتدارك الأمر
وسوف يجلس الآن مع حكومته، حكومة هي حكومة يسارية تحكم تيوغينغن، سوف يجلس مع حكومته يعني حزب الاشتراكي الاس بي دي، الحزب اليساري اللينكي وحزب الخضر، سوف يجتمعون ويرغب بتخفيف بعض الإجراءات، لكن يرغب بالاحتفاظ بالكمامة عند المواصلات أصدقائي. وهذا كي تعرفوا ما يحصل الآن داخل السياسة الألمانية، وهذه هي آخر الأخبار المهمة. وبعجالة أخبار سريعة أصدقائي، إسبانيا تعلن عن فتح حدودها للسياح بداية من الشهر السابع، يعني بداية من شهر من 1/7/2020 إسبانيا تفتح جميع حدودها وجميع مطاراتها وتسمح للسياح بزيارتها. هذا الأمر فرح له الألمان ويتمنون أن يقضوا عطلة صيفية في إسبانيا. هذا الخبر الأول بعجالة. الخبر الثاني بعجالة، شركة لوفتانزا للطيران ترغب ببدء برحلات مجددا بداية من الشهر المقبل أصدقائي، لكنها مهددة بالإفلاس. الدولة الألمانية الآن أعلنت بأنها سوف تساعد شركة لوفتانزا للطيران ب 5.7 مليار يورو، أيضا سوف تمنح لها قرضا إذا أرادت الشركة 3 مليار يورو، وسوف تنقذها من الإفلاس ولن تسمح لها بأن تفلس، لكن تطلب منها بالالتزام بالقوانين وأيضا عدم التهرب من الضرائب عندما تبدأ بعمل أرباح. إذا هناك بوادر أمل بفتح أيضا المطارات وإعادة حركة الطيران على الأقل داخل أوروبا. بالنسبة لأوروبا مع الدول الأخرى، هذا متعلق أيضا بالدول الأخرى، لأن دول الشرق الأوسط شمال إفريقيا ما زالت هي بنفسها غلق حدودها. كانت هذه نبذة عن أهم الأخبار لألمانيا. شكرا لكم، السلام عليكم، إلى اللقاء.